كلمة علي خليل بيك ومتت عاصم مع حضرتك بالظبط معايا بالظبط كلمة علي خليل بيك دي كانت من مجلة الإذاعة والتلفزيون دي 8/10 عام 51 صح؟ تمام وفي كلمة بقى شافعي طب هنا بيحكوا بقى كلمة علي خليل بيك اللي هي قال فيها انضم فقدنا بل رجلنا الكامل الفاضل صح؟ إلى أسرة الإذاعة في أوائل عام 48 كبيرا لمهندسيها فتسلم آلاتها تلك بالية بالظبط تمام وورثها حطاما وركاما وبقايا آلات أجهدت 14 عاما منها 6 من سنين الحرب العالمية الثانية امتنعت عليها خلالها عوامل التجديد والتحسين تسلم المرحوم إبراهيم حامد صالح بيك هذه التركة المجهدة المثقلة ونحن نشفق عليه أن تتعطل فتتوقف عن العمل توقفا تاما فتصبح مصر بين عشية وضحاها وليس لها محطات إذاعة تربط بين أبنائها أو تحمل صوتها إلى الخارج كنا نشفق عليه من هذا المصير فقال لنا فقيدنا طيب الله ثراه وكان هو أول مصري ولي منصب كبير مهندسي الإذاعة قال لا تجزعوا ولا تحزنوا ولنعتمد على الله وعلى إيماننا بأنفسنا سنثبت للعالم أن مصر حين تخلى الأجانب عن مرافقها العامة الهامة تستطيع بإيمان رجالها أن تسير بها قدما وأن تنهض بها وترتفع بمستواها فعلى بركة الله توكلنا بالضبط يعني وطنية كان الناس كلها خايفين بس مع الوقت مع الشهور أثبتوا أن كان الشكاوي الإذاعة هتقف لا ما وقفتش بالعكس تحسنت وبعد كده كانت الخطوه الثانيه بقى انه يعمل ايه المشروعات الكبرى بتاعتنا اللي احنا دلوقتي موجوده ولا زالت دلوقتي تعمل ولا زالت بهذا البيزكس الاسس اللي كانت معموله من سنه 50 اللي هي لغايه دلوقتي تعمل اللي هي محطه ابو زعبل ومحطات كلها اللي هي بتاعت الاذاعيه ويمكن برضو الجزئيه الخاصه واحنا كنا بنتكلم دلوقتي عن مؤتمر بالظبط كوبنهاجن توزيع الموجات بالظبط دي كانت كان ليها حاجه دور وطني كبير ان سنه 48 كان في كل وطنيه في مصر بقى كان ايامها الوطنيه والجامعه الدول العربيه وفلسطين والعروبه وكذا فكانت اسرائيل دي بالنسبه لنا يعني حاجه